شو 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 الحل فخو شو 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 أيوة أيوة شدوا 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 والله تصحى شو 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 نخوش دابا غادي ندبحو وهذا الحلوف بنين اخوتي يا سلام صباح الخير عليكم خوتي خواتاتي كي دايرين بخير كلشي مزيان نهار جديد ومغامره حمقى 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 ديال بصح اخوتي اليوم غادي تشوفوا واحد الحاجه اللي قليل فين غادي تشوفوها وغريبه بزاف الصراحه انا راه مصدوم ومشوكي ديال بصح اخوتي البارح بالليل الاخوان كنت غادي انا والرئيس خالد باش ياخذ الحولي ديال العيد ان شاء الله مشينا الاخوان حتى لبرشيد وفاش مينا جايين تمينا دايزين من جنب واحد الفيرمات ولقينا واحد الحاجه راه ما يمكنش غادي تكونوا شفتوا في المينياتور لقينا الاخوان واحد الحليلي في صغيور ناضي اللهم بارك والله اخوتي لحلوف واعر واعر ديال بصح راه ما يمكنش اخوتي وجبناه معانا هزيناه جبناه اخوتي الصراحه قلبنا في هذيك البلاصه ديال بصح مزيان باش نشوفوا واش كاينين الحلوف تما ما بان لينا والو ولكن منين سولنا واحد السيد قال لنا بان هذا الحلوف هذا راه ماشي ديال المغرب وماشي بري هذا الحلوف هذا راه ديال تايلاند تيكون في تايلاند وتيكونوا كاسبينو الناس سيربيوه يعني قال لنا غيكون شي مول الفيرما تما مربيه وخرج هرب ليه المهم حنا طاح في يدينا راه شديناه جبناه انا والرئيس خالد وراه معايا الرئيس خالد الرئيس خالد عليكم تحياتي لكم كي داير بخير الحمد لله واش بان لك في هذا الحلوف اخو صراحه هذا الحلوف هذا راه مفاجاه هذا ما كرهناش نعيدوا عليه على قبل دوغو ندبحوا لدوغو ندبحوا لدوغو ولكن غنديروا معاه مزيان الخوت نردوا نعطوا لواحد السيد هو اللي غادي يتكلف به هو اللي غادي يدير ليه الحل يعني يردوا لشي فيرما هذاك الشيء اللي كاين الاخوان راه هضرنا مع واحد الراجل عنده مع هذا الشيء هو اللي قال لنا بان هذا الحلوف هذا راه ماشي بري وديال تايلاند غادي نعطيو ليه هو ان شاء الله باذن الله انا قبل ما نعطي ليه بغيتكم تشوفوا بغيت نوري لكم راه غيهرب لكم اخوتي ديال بصح وغادي نشوفوا الرياكشن ديال دوغو ملي غادي يشوف هذا الحلوف راه ما يمكنش غيشوف هذا الحلوف دوغو غيتسطر باقي ما شافوش ها هو سمعوا سمعوا ها هو كاين هنا سمع سمع كاين هنا خوتي شو شو ها هو في الخنش ها هو في الخنش تسمع تسمع على الصوت سمع 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 شو دوغو شو ناري 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 خوشي الهربة الهربة عتشوف لي غادي نطلقوه راه ما يمكنش غيدير لينا شي حاجة خفنا نطلقوه ويعلق ولكن راه غنتحاربوا مع راجلنا هاد الغابة هادي راه كبيرة اللهم بارك المهم الاخوان حنا غنديروا بهذا الفيديو باش نشاركوه معكم ونبارطاجي معكم هاد الحلوف هذا وغادي نديو للسيد ان شاء الله يتكلف به كنشكركم بزاف اخوتي على السيبورت لي لايك الكومونتيرات ديالكم شكرا شكرا لكم من القلب وتحياتي للجميع اول حاجه غادي نهبط الدوغو هذه الاولى نهبط الدوغو جيلينا ايه صوت صوت يلا صوت انا هبطوا الاخوان باش ما يشوفوش فهمتوا باش ما يشوفوش دوغو على بركه الله اول هيش الهيش سمع 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 الهيش ديالنا دوغو فينا راه هو دوغو راه اخوان راه جبت هاد الشبكه هادي باش الا هرب لينا ولا شي حاجه راه اللوحه عليه نشدوه اليوم اليوم الله الا تفرويح وحق الله العلي العظيم وخفنا دابا نطلقوه يضربنا ولا راه مع هو كيهجم اخوتي ولكن هذا ديال تايلاند ما عرفناه كيدير ديال المغرب راه قبيح هذا ما عرفش وغنشوفوا رده الفعل ديال دوغو حيت الخوت دوغ ارجنتين كيصيد الحلوف وما كيتحاملش مع الحلوف حنا غنشوفوا الرياكشن ديال دوغو ردة الفعل ديالو كيفاش غادي تكون واش غادي ياتاكي ولا حنا ما نخليوش يعضو من طبيعه الحال وما نخليوش يقيسو غير غنشوفو شنو البلان المهم دابا غادي نطلقوه هنا في الموطور الاخوان تنشوفوه مزيان كيفاش داير مع انا براسي والله باقي ما شفتوش مزيان حيت شديناه بالليل عرفتوا باش شديناه الاخوان راه ما يمكنش راه تحاربنا مع واحد الحرب باش شديناه راه بليله الله والظلام احنا دابا لقيناه وسط الطريق اخوتي احنا دابا غادي ان شاء الله نطلقوه هنايا رجع رجع اللور خالد رجع ياك ما قبيح ياك البارحه صاحبي راه زراني انا البارح
هاتي البارح بعدا ترى الميكرو شوف يا ربي السلامة شو شوف اخوتي قداش شوف ترى حلو شوف شوف شواطة هي شواطة يا بسم الله رجع اللورا خير خلاك يهرب عندك ينقز ما ينقزش ياك ما ينقز ما والو سمع والله ترى حلوف حلوف ومبوقس ودي الكل شو كيدير شو وناري وناري خلاك ترى يعضك الريس تلا تشي عضك ويلي بلاش الحيدو لين خنشة واو وضربت يدي صاحبي مع الموتور يلا طيب يلا طيب وتسلق بيه هو الحرام الحيدو لين خنشة صح دير مال يا سلام مصيبة شوف اخوتي شو كيدير تالله الى حليلي في الله الى هذه وحق الرب هذه اسعد واش بان لكم البلان الخوت في هذا الحلو انا في اليوم ما نعطيوش لخونا ربي واسعد والله العظيم شو شوف زوين اسعد والله الى زوين شاء الله الى حليلي دوكو اه واو واو اه دوكو باقي كاع مشى غنطلع عنده ندخل عنده ايوا هذا لا دوزو ناري شد الكلب شد الكلب وناري 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 الخوش هذا والله الا قبيح ديال بصح هذا ترى دبرنا عليه الريس شو 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 شد الكلب شد الكلب دوغو لا لا يطلع لي يطلع لي لا باش الشي ناري دوغو غيعضو خوتي غيعضو شد شد لي الكلب شد لي الكلب باش الشي دوغو اجعل عليه اجعل عليه فهمتي ايه ايه دوغو نو بغينا نلعبو معاه ونشوفو واش كيهاجم ولا صافي لا دوك ريح الله خلينا نشدو غنشدو اخالي ويلي واو صافي صافي اسكت هاد المصيبه هذا تا لا لا خالد غيدور ليا ويلي تا الله ويضربك شي يهرسك عاد شي يضربك عاد شي ضربك يهرسك خالد الله تيهرسك بالله تا شوف 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 كيدير البارح صافي شديتو قلت والله ما شديتش وانا اشوف انا بعد البارح واحد شويه كنت غنسامح فيه صافي شو الخوت اذكر هذا اذكر الخوت ها شو اذكر تا ريح اصاحبي تا تشكال ما حنا بغينا نلعبوا معاك اصاحبي والله ما تخاف ريح اصاحبي ريح الارض تا ريح تا ريح على جد بوك الكلب ريح الارض مستعدين دابا الاخوان غادي نطلقوا ان شاء الله هنايا ولكن الريش الشبكه الرئيس خالد الخوت ما نتيقش فيه والله ما نتيق الشبكه هي غادي ندير ليه الطراح باش الا هرب ولا شي حاجه نطلق عليه الشبكه فهمتوا هادشي اللي غادي ندير ودوكو راه غنديروا لي السنسله خوتي ونشدوه ما نطلقوش لا يعضوا ولا شي لعيب مستعدين يلا نطلقوه على بركه الله دوكو راه درنا لي السنسله والا هرب غنلو على هاد الشبكه هادي شو الا هرب لينا حلوه غنتبعوا له على هاد الشبكه هاي ناري سلام مولانا هاد الحلوف هذا ديال تايلاند راه كيكسبوه خوتي وكيربيو فهمتوا كيطرب غير ديكور ماشي كيربيو اخوتي والله العظيم ناضي والله الا عجبني اخوتي عرفتوا على ديكور فيه واو ما يمكنش الله ما يمكن ناري 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 غادي نطلقوه دابا عاد شنو راه والله الا مريسكين بالله راه عاد الا عضك والله حتى واعر لا لا ما يهربش لا شي باتشو شي دوغو جر جر دوغو تجر دوغو الريس ها هو الحليلي اخوتي شو ناري هرب ناري هرب خالي ازقز قال لي شد الكلب الكلب اللي خلعو خالد اوقف اصاحبي وقف الكلب اللي خلعو الكلب اللي خلعو حتى لا ما يهربش ما يهربش خالد ام مولف هذا ديال تايلاند هذا خالد ما يهربش صافي وقف لي وقف لي تما خالد ها الخوت ها هو الحليليفه وانا الله يبارك ها شو شو الحلو اخوتي شو 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 هرب هرب اخوتي لا ما تطلقش ما تطلقش دوغو ما تطلقش دوغو ما تطلقش دوغو يعضو مسكين ها هو الحلو في الخوت ايوا
شو دوقو الخوش بغيت تلاع عليه زال عليه زال عليه زال عليه لا دوقو ولا لا دوقو دوقو عارف العين على الخوش هات قلب قلب خالي تلا ما يهرب موه ايوه ايوه شدوا 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 اهرب اهرب ناري غادي يهرب اخوان والله ما بقينا قدرنا نشدوه اش شر صافي علق خوش ترى صافي هرب لينا هنا والله الا هرب لينا شدوك وشدوك لا باتشي شدوك باتشي شدوك لا دوغو اه دوغو باتشي شي دوغو خير اوه اوه اول خوتها والله تشديتو بالله نري غير عدني غير عدنا لا دوقو جر جر الكلب اوف سخفنا الخوش والله الا سخفنا اه يا ناري اوف شد دوقو راهي عدو صح خوش والله تش صحيح بالله والله تش صحيح تش 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 شري يا حسن شري يا حلال تنيري بغي عاد شو الخوت شو والله الا بغي عاد شو العروقات شو والله الا خوتي الا سخفنا قسما بالله شوف شوف وكشكش شرعتي شنو هو ثقيل في الجدري ما كيجريش بحال الحلوف ديالنا ثقيل في الجدري ولكن هنا الرمله اخوتي الرمله ما كتساعدكش على الجدري كتبقى تطيح وطرع علامه خوتي الرئيس خالد قال لك بغى يشدو وغادي نشوفوا واش نقدر نشدو ولا لا يلا بين لي يا الرئيس يلا بين لي يلا شي هاج درولك بالله عندك يعضك شو شو دوق شو دوق شو 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 بغى يضارب مع دوق وناري ناري ناري اربطنا دوق الاخوان باش ما يبقى رزقناش ناري ناري غيعضك اصاحبي راه غيعضك يلا تبع خالد شوف انا راه ما فيا لي شدو منك لي شو خالد شو ها هو الرئيس ها هو الرئيس يلا بين لي وانا محوزو لك يلا بين لي بين لي الرئيس طلع لي طلع لي يلا خالد شد شد خالد لا نادي الله يلا شديتي ناري 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 زقني صح والله تزقني بالله اخوان الشبكه ديالي راهي 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 الاخوان شوف اللحشه شوف راه هو الموطور وانا في اللحشه وهاد الغابه هادي كتخلع اخوتي والله الا كتخلع هاد الغابه هادي شوف شبعانه شجر الصراحه اخوتي دازت التجربه معايا واعره واعره ديال بصح مع الحلوف اول مره غادي نشد الحلوف شوف الشبكه كي ولات شوف كاع عمرات عواد كاع عمرات اول مره قلت لكم الاخوان غادي نشوف الحلوف وغادي نشدو بين يديه ونخلقها معاه بحال هكا راه ما يمكنش الصراحه ما كنتش انا باغي ندير هذا الفيديو هذا كنت غادي نعطيه للسيد ولكن قلت علاش لا نبارطاجي معكم هذا الفيديو هذا وتضحكوا معنا حتى نتوما شويه الصراحه خلقناه مع خوتي والله الا خلقناه مع بالله دابا غادي نطيبوا واحد وجبه خفيفه ان شاء الله بريه وغادي نتحركوا ان شاء الله باذن الله الرئيس خالد كي جاتك التجربه صراحه تجربه واعره مع هذا الحلوف انا اول مره غادي نشد حلوف انا اول مره أخير. حلوف غادي نشدو مباشره بحال هكا يعني شفتوا الرياكشن راه قبيح اخوتي هذا قبيح قبيح كان يعضني شي فاش كان يعضني راه زق لك انت هو صح صراحه واحد الاحساس الخوت يعني راه ما نعاودش لكم ما نوصفش لكم يعني فرحه وفيها كل شيء يعني وخلعه وشد شي حاجه قبيحه بين يديك خطر لان هذا اخوت هذا كيعيش في الغابه وحش ديال الغابه رغم انه ماشي ديال البلاد يعني ديال بلدان اخرى ولكن راه كيتربى اخوتي هذا كيتربى في البلاد كيتربى في الفيرمات يعني كيتزاوج كيتكاثر حتى هو كيولد كيتاجر فيه كيتباع اللحم ديالو للكوار فهمتيني
يعني الناس اللي كتاكلوه غير المسلمين كياكلوه. المهم بالنسبه لينا حنا كمسلمين راه ما تناكلوش الحلوف، ولكن غادي نمشيو دابا ان شاء الله. راه جبنا معنا واحد الوليمه، واحد الوليمه غادي نشوها في هذه البريه بهذه المناسبه ديال هذه البريه ديال هذا الحلوف هذا ان شاء الله. على مولانا ها هو الخوت كيقول بحال هكا اخوتي كيقول شرع على دابا غنطيبوا الوليمه ديالنا. اول حاجه اخوتي خصك تغسل بالتراب يديك حيت راه صعيب هاد الحلوف اخوتي. والله يا ابو كل ما كان حرام يش ادبر عليها. سمين صح سمين في شي 30 كيلو الخوت، ولكن حنا مسلمين الخوت راه حرام الاكل ديال الحلوف، هذه راه معروفه يعني ما يمكنش لينا اخوتي ناكلوه. حنا جبناه خلقناه معاه ووريناه لكم حتى نتوما تكتشفوا معانا، حيت هذا غالب اغلبيه اخوتي كيكون غير في الحديقه. شوف حنا حتى حنا جبناه خلقناه معاه اليوم ان شاء الله، دوزنا معاه نوار صراحه. دابا الاخوان نطيبوا واحد الوليمه ان شاء الله ناضيه. دابا ان شاء الله الوليمه الحليلي ديالنا هو، وشو قداش صغير ومكردس مكردس، ولكن راه صحيح اخوتي هو صحيح. فراقشو الاخوان دايرين بحال الجد ديال فراقش ديالو، حتى والله الا بحال شي تور صغير يا صاحبي، بحال شي تور صغير. شوف اهم حاجه تكونوا في البريه حيدوا هاد الورق هادي، خصها تحيد شوف ما تخليوهاش، علاش تقدر تشد العافيه فهمتوا؟ مع راه غابه ديال الخوت ها انتم راه كاينه الشجر هنا، ضروري هاد الورق هادي تحيد تخليها في التراب فهمتوا. لخوش دابا غادي نذبحوا الحلوف ديال العيش ديالنا يا بسم الله. لا خوتي لا حشومه حشومه الحلوف هذا راه غادي نردوه للغابه. حلوف كرموس هذا خوش قريبو بيزا ديالي قريبو بيزا ديالي هذه اخوتي. تشو 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 راه ناضي تشو 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 والله غادي نربيه بحال دوك. دابا غادي نصابوا القطبان ديالنا، القطبان من البريه ياك الريس خالد. كلشي من البريه كلشي من البريه خوش. القطبان غادي نصابوهم ان شاء الله، غادي نطيبوا لادان ديال الخوت الكويس ديال لادان ديالك الريس، كويس ديال الحلوف ديال الحلوف كويس ديال الحلوف. راه تنادم معنا الحاله الخوت، تنادم معنا الحاله خوتي، واقيلا غادي نذبحوه نشوفو مع بو في هاد الغابه هادي. ما عندنا ما ناكلو انا جايبين طريفات ديال بيبي. شو الحلوف فيه 30 كيلو اصاحبي ويلا سمين بالله. Yeah.
الناس يا الخوت. والله انا ناضي بان لي انا راه الله يسمح لي انا وصافي. لا الخوت لا حرام ضحكينا الخوت حرام حرام ما كنضحك. شي حاجه اللي في الدين ما نقدروش نتجاوزوها ما نقدروش شي حاجه اللي في ديننا خوتي صافي راه طيبه طيبه خضره خضره. بغينا نضحكوا معاكم اخوتي والاخوان. هذا ان شاء الله اليوم غادي نعطيو للسيد غيتكلف به منولي ياك الرئيس هذا الشيء اللي كاين اخويا. ردوا دابا يدير شي واحد البلاصه اللي لقيناها فيها حنا خوتي جنب الفيرماج غيكون معلق من شي فيرما. والخوت باش نصحح لكم واحد المعلومه راه قلتها قبيله هذا راه ماشي من تايلاند اخوتي من الفيتنام. هذا السلالة هذه الاصل ديالها من الفيتنام. راه غلطت في المعلومه اخوتي قبيله مع كاين واحد ديال تايلاند ولكن هذاك ديال تايلاند الخوت يكون بيض واللحم ديالو احمر. هذا راه الفيتنام ديال الفيتنام اخوتي غلطت قبيله بغيت نقول لكم فيتنام قلت لكم تايلاند. المهم هو اسيوي الخوت اسيوي اسيوي هو هذاك الشيء علاش كيكون الحجم ديالو صغير صغير راه ما كيكبرش بزاف كذا. هذا راه عنده شي 7 سنين الخوت على ما قال لنا السيد عنده شي 7 سنين اللي عنده في العمر ديالو شيباني مكردس بود الحرام دير كي شي كرداسه. الا قارنتي دوك الحيوانات الاسيويه اللي كاينه في تايلاند اللي كاينين في دوك المناطق كلهم قصار الحجم تاعهم كلهم صغار كلهم صغار سبحان الله. للاسد ديالهم لا الفيل ديالهم لا النمر ديالهم يعني كلهم كيكونوا صغار الحجم مقارنه مع الدجاج. عندهم واحد الدجاج قصير عندهم هذاك السيراما دجاج السيراما ناكازاكي واحد الدجاج اللي قصير سيلبرايش. عندهم بزاف ديال الماركات ديال الدجاج الصغار. المهم القطبان ديالنا دابا ما كاينش شويه ان شاء الله انا الحيمات ديال الحلوف الله يبارك شو تبارك الله شو الخوت ناضي ناضي. هادو هما الفخايدات ديال البيبي ها نتوما غنضربوهم. هو الحلوف اللي تحب لكم ذبحناه ولا شي لعيبه ها الخوت هذا كي تحب لكم ذبحناه ها هو شوف ايوا ايوا هذا راه ولا بيت بول هذا مابقاش حلوف ايوا شوف ايوا 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 عد عد الكاميرا خوت ايوا ايوا ايوا. المهم الاخوان دابا غنضربوا الشوايه ان شاء الله يا بسم الله. هذا ما كاينش الشوايه الرئيس خصك تقلو بالموس تبيكيه. لا لا ما كاين لا موس لا والو شي ناضي البريه البريه العجيبه ما سيستيم دي باناج شرس الله ناضي. والخوت نضربوا الشوايه ان شاء الله. دابا الدكه ديالها شايده السكر عشنا ورا سخفنا والله الا سخفنا خوتي بالجوع. يا سلام ترى داك الشيء بري يا صح من اجل البقاء. وانا الاخوان الوليم الله يبارك شوري هذاك الشيء كي محمر الدكيكه راه طابت. هادشي راه مكالينو مكالين هاد القشيب بهاد العود وهاد القشيب هذا مكالينو بهاد العود عالم الحياه البريه. اخوان انا الله يبارك تبارك الله اللهم بارك داك الشيء مشحم الله يلا جناضي. انا غنكبوا الدكه ديالنا ديال اتاي يا بسم الله. الرئيس راه كاينه كاس شربوا فيه بجوج يا بسم الله يا سلام الله
اح ملي غنبدا هادشي ياك الحلوفه اسامه بغيت نقول لك ياك لدان وتلفني هاد الحلوفه تزقي معنا صاحبي اه هو الحلوفه الخوتي بغي يدبر لينا على هذا اخوتي باخ يا سلام في بنات الحلوف وهاد الحلوف بنين اخوتي دابا شوفنا شي واحد مشى عليه لافي وجايبين حلوف يقول لك دابا غادي يطيبو وانا ياكلو الدقيقه ديالنا يا سلام هادشي شي الماكله في البريه اسامه كيف هادشي هو قويت لي شويه الملحه عادي جدا مزيان زيدا في واحد شويه الملح اخوتي هو بنين ديري نهار الطونسيون الملح مزيان ياك اسامه وعمي الحلوف صراحة اخوتي هاد لاكويت هذا كيجي في الكريا واعر يعني الهواء كيجي في الشوايع والله حتى واعر والله الا كتحاقرو بالله ما عنديش مع الكويت ديال هذا من اجل البقاء وهو وجبة جميلة ان شاء الله الى داكشي ناضي اخوتي صراحة حاجة ناضي الرئيسة كل ما جناش معنا هاد نضرنا الحلو خوت خالد راه حمر في الحلو حتى راه حلو فرسمينا صافي عرفتي قدو البارح في الرحبة ديال الغلة ما تيقدو قداش كيقولو 50000 والله لا اله الا الله حاولي قدو كيقولو 50000 صعيب الله مش صعيب ماشي وزن تاع 20 كيلو تيقول لك 40000 50000 حتى راه سمينا ضرب درويش هاد العام اخوتي غيتشكر حنا ضاحكين ولكن الله يحسن العوان اخوتي حنا كنضحكو ولكن راه بصح اخوتي راه حاولي غير صغيور راه كتسمع التشنشيط كاين بعض الناس كيتصاوبوا في الثمن وكاينين شي ناس الله يهديهم شحال غادي يكون واكل هاد الحول هاد 1000 درهم ديال 1000 ولا 2000 درهم كيوكلوا البيستاج بزاف اصاحبي مع الفول كركاع غنعطيو الحلوف هاد العظم هذا نشوفو واش غياكلوا ولا لا وسي الحلوف وسي الحلوف هاك ها شو هو باغي يضارب وبغي ياكل من غير تاكول اصاحبي تاكول تاكول جنابك ان شاء الله كول هاك هاك ها هو راه نطلق على امك دوكو تا هو قبيح هذا خو نعطيوها لدوكو هذا مبغي ياكل ومبغي ياكل وديما هذه كنقولها لكم الا ساليتو اطفيو العافيه العافيه خوتي طفى ضروري حيت الا بقات شاعله راه مشكله يقدر يجي شي ريح ويدور يدور داك الشرارات ديالو وتشد في العافيه وتشد في الغابه ضروره الاخوان تغطيوها بحال ما هكا بالرمله ولا التراب ولا الماء ولا اللي عندك شو دابا راه امينه اسكب لي الماء الرئيس والاخوان وعطينا دابا الماء وعطيو واحد البلان دابا اكتشفنا ما كيشربش من فمو كيشرب من هذوك التقابي ديال النيف وانتوما حتى حطيت بغي يقلبو غير يقلبو راه مكلخ هو غير يقلبو ترى قلت لك مكلخ صراحه يا غوان ترى قلت لك مكلخ هذا اصاحبي هاي بقى يضيع علينا في الدم يا اصاحبي تشد نتبقى شاده بحال شش كيشرب من نيوف وشو تشو كيشرب من نيوف وخوش تشو 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 وحيوان هذا خوتي مكلخ هذا الزبل هذا عطشان عطشان غنزيدو غنزيدو هاكا ناري 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 دابا خوتي هذا راه ما معاش اللعبات هذا يولي عارضنا خوتي
غادي يكون هنا سال الفلوق ديالنا اول المغامره الحمقاء. كنتمنى يعجبكم هذا الفلوق هذا وكنشكركم بزاف بزاف على السيبورت لي لايك الكومونتيرات ديالكم، وكنتمنوا تكون شي حاجه اخرى عاوتاني ناضيه من وراء هذا الفيديو هذا ان شاء الله باذن الله. وشكرا لكم الرئيس خالد كي جاش كاد المغامره هذه. صراحه تجربه زوينه، اول مره غادي يعني نشاهد يعني وغادي نشد يعني الحلوف عن قرب وغادي نشوفو عن قرب. صراحه انا اول مره اخو اول مره يعني كتشوفو في في الحديقات في الفيديوهات ولكن مباشره باش تشدو بين يديك راه ما يمكنش اخوي. المهم الخوت كنتمنى هذا الفيديو انه يعجبكم، وخليوا لنا الراي ديالكم في لي كومونتير، ونتلاقاو في فيديو جديد ومغامره جديده. تحياتي لكم والسلام عليكم الخوت. تحياتي لكم ومبروك عيدكم، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بالصحه والسلامه، ونتلاقاو في فيديو جديد وفي مغامره جديده ان شاء الله. هاد الحليلي في هذا خوتي راه غادي نعطيوه للسيد هو اللي غادي يتكلف به يدي البلاصه اللي خصو يكون فيها. تحياتي للجميع والسلام عليكم.